مشاهدي قناة شوف تي في مساء النور عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من ويسلان. عم نحضر لكم فيها أجواء ممطرة في هذه الأثناء اللي نتمناو من الله العلي القدير أنه يرحمنا برحمته وينزلها قد نفع يا رب العالمين. فكيف ما كتعرفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، كل المغاربة كيكونوا فرحانين بهالتساقطات المطرية، لكن للأسف بالمقابل كنشوفوا أنهم كيوقعوا كوارث بيئية، كوارث اللي كما وقعوا في الدار البيضاء. شفنا انهيار ديال المنازل وليلة الأمس فاجعة اللي هزات عاصمة البوغاز، عاصمة مدينة طنجة، اللي كان يوم أسود للمغاربة جميعا ماشي إلا الطنجاويين. فما نقدروا نقولوا إلا الله يرحم شهداء لقمة العيش، والله يرزقهم يرزق الأهل ديالهم الصبر والسلوان. طبعا إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ. للأسف يعني من المعمول أنه فوقاش ما كطيح، يعني كتعرف البلاد تساقطات مطرية كنفرحوا كيفرحوا الفلاحة، كذا كيبشر على أنه هذا العام يكون عام الخير، عام الفلاحة، عام ديال عام اللي ان شاء الله غادي تبدا الحياه من جديد. لكن للاسف بالمقابل كنلقاو بسبب البنيه التحتيه كوارث اللي كيوقعوا كيخليوها راسخه، كتسجل في التاريخ ديال المغرب كتبقى راسخه. فكيف ما قالت هنايا كيف ما قال سليمان، قال تحياتي من طنجة، أجواء ممطرة أيضا في عروسة الشمال. وبالمناسبة يعني بما أن سليمان من طنجة فكنقول لكم البركة في راسكم وبركة في راس كل متتبعي قناة شوف تي في اللي كيتابعونا الآن عبر هذا المباشر. فدابا فوقاش ما طيح اقتيرات ديال الشتا غادي تخلق نوع من الخوف والهلع في صفوف المواطنين وصفوف المغاربة، لأنهم مابقاوش كيتيقوا في البنية التحتية ديالهم. فحنا كنشوفوا طنجة من المدن الكبرى في المغرب، من ضمن المدن اللي حضارة وتاريخ، من ضمن المدن اللي مفخرة للمملكة المغربية. لكن للأسف كنشوف هادشي اللي وقع في المعمل السري، كيف ما وصفوه المعمل السري اللي كان فيه ما يقارب على 134 شخص اللي نجاو توفى. فالحصيلة وصلت حتى 29 شهيد، من ضمنهم 4 ديال الخواتات شهداء لقمة العيش. للأسف على كل حال نتمنوا من الله العلي القدير أنه يرزقنا بهالتساقطات المطرية قد نفع يا الله قد نفع. فكنشوفوا الفلاحة فرحانين بهاد النعمة ديال الله، وفي المقابل كنشوفوا مواطنين اخرين كيقولوا يا الله الا كان زعما الا كانت غادي تجي اكثر من هذا، يعني كيطلبوا السلامة كيقولوا لا جعلها تطيح قد نفع. على كل حال الى هنا مشاهدي قناة شوف تي في نقول لكم الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، والله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. فكنشوفوا تساقطات المطرية كنفرحوا وفي نفس الوقت كنخافوا ولا نسمعوا ماشي فاجعة كيف ما سمعنا بالفاجعة كيف مسبق وقلت فاجعة ديال الدار البيضاء ديال سقوط المنازل. وحتى هنايا في مدينة مكناس يعني جميع المنازل اي للسقوط اللي كتواجد في المدينة القديمة كلهم فاش كطيح الشتا كيتخلعوا. يعني حنا كطيح الشتا كنفرحوا كنقولوا الحمد لله هذا موسم غيكون موسم فلاحي بامتياز، غيكون الخير، بلادنا الحمد لله معروفه بالخير. في المقابل كنشوفوا الناس ساكنين في المنازل اي للسقوط غير كطيح الشتا كتدخل عليهم القطره كيدخل عليهم الماء وكيبقاو يطلبوا السلامه واللطف. فاحنا كذلك نتمنوا لهم السلامه ونتمنوا من الله ومن المسؤولين انهم يتقوا الله في نفوسهم وفي هذا الشعب هذا، اللي خصوصا يعني الاحزاب اللي كيرشحوا اللي ينتخبوا او اللي كيرشحوا عليهم. فنتمنوا انهم يحشموا من نفوسهم ويتقوا الله في هذا الشعب هذا. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في غادي نقول لكم الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. هنا بالنسبة للتعليق ديالكم وعليكم السلام من خريبكة بوشعيب، من خريبكة سي بوشعيب كيفاش الأجواء عندكم في خريبكة، وكذلك كل متتبعي القناة كيفاش الأجواء عندكم، واش كاين تساقطات مطرية، واش حتى نتوما فاش كطيح عندكم الشتا كيكون داك النوع من الخوف أنه توقع شي كارثة الله يستر. فهنا في مدينة مكناس كيف ما شرط ليها بحكم أنني كنتواجد هنا في عاصمة الإسماعيلية كيقول لك يعني المواطنين اللي كيتواجدوا في المنازل اي للسقوط كيقول لك فوقاش ما كطيح الشتا كطيح علينا قطره وكتبقى تفتت علينا الحجر. فكنقولوا نكنباتو ما نصبحوا وتصبح الفاجعه في الاخر يقول لك حقا هاد الدار هادي راه حنايا حصيناها وكانت في المنازل اللي غادي
غادي يستافدوا. حنا بغيناكم تعاونونا قبل ما توقع الواقعه. امين. احلام من امستردام، مرحبا بك لاله احلام من امستردام، وكذلك فاطمه الزهراء. بارك الله فيك. هذا فين تنزل الحال؟ يلا على كل حال نتمنوا السلامه للجميع، ونتمنى الله يرزق الاهل ديالهم الصبر والسلوان. كيف بيناتهم الاهل ديالهم يرزقهم الله الصبر والسلوان. فاحنا شفنا ليله الامس كيفاش ودعات الام اربعه ديال البنات ديالها. خالد ارزي اختي باغا النمره. بالنسبه لرقم الهاتف ديال قناه شوف تي في بمدينه مكناس هو 06 60 47 95، 06 60 47 95 رقم الهاتف بمدينه مكناس. اما في المدن الاخرى ما عليكم الا تدخلوا الصفحه الرسميه ديال قناه شوف تي في وغتلقاو رقم الهاتف الفيكس وغتتصلوا بهم ويعطيكم الرقم ديال المدينه اللي بغيتوا تتواصلوا معاهم. عبدو اي تعالي من الحدود التونسيه الليبية، اجواء رائعه الحمد لله. الله يدومها الله يدومها ساعه خير، الله يدومها ساعه الفرج علينا جميعا يا رب العالمين. فهنايا كيف ما قلت لكم دائما مشاهدي قناه شوف تيفي ولات كترتبط في يعني المواطن المغربي كيربط تساقطات المطريه بالكوارث خصوصا على مستوى البنيه التحتيه كيف ما شفنا في طنجه، كيف ما شفنا في طنجه للاسف، وشفنا كذلك في الدار البيضاء للاسف. وهنا ليله قبل ليله الامس على ما اظن ليله الامس صحيح دار يعني اي للسقوط طاحت هنايا بمدينه مكناس، ولكن الحمد لله ما خلفاتش خسائر بشريه بحكم ان ذاك المنزل كان مهجور، لكن كيتواجد في وسط اقامه في وسط حي سكني اللي كيعج او اللي كيكون عامر بالمواطنين لانه هو ذاك الشارع كيدي وكيجيب. فلولا الطاف الله لكانت الكارثه. على كل حال نتمنوا هاد التساقطات المطريه اللي ربي كينفعنا بها وربي كيرحمنا بها وربي كيرزقنا بها، نتمنوها انها تطيح على قد النفع لان البنيه التحتيه ديالنا راه ما قداش على الخير بزاف. حنا كنشوفوا هادشي اللي وقع في طنجه يعني ساعات ديال التساقطات المطريه قدرت انها تسبب فاجعه اللي خلات كل المغاربه مصدومين. فانا كنفكر وكنشوف وكنقول كيفاش هذيك الام اللي فقدات اللي اول حاجه ارمله الزوج ديالها متوفي وعندها اربعه البنات هما اللي عايشين معاها هما ضوعينها ماتوا لها في دقه بحال اللي عمرها ما ولدات بحال اللي عمرها ما ربات بحال اللي عمرها ما كانوا عندها وليدات. كيفاش غتقدر انها تعيش؟ كيفاش غتقدر انها تقاوم الحياه؟ كيفاش غتقدر انها تفكر بلي بناتها باربعه اللي كانوا خدامين معاها في نفس المعمل في نفس الخدمه اللي فاقت الصباح هي وياهم واللي نضوا في الصباح فطروا كاملين وهضروا كاملين وجاو في نفس الترونسبور فرحانين ضاحكين ناشطين ما كانوش عارفين بان الاقدار غتكون نهايه ماساويه ليهم، نهايه وهي الموت غرقا لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا جات الناجية الواحدة في الأسرة هي الأم اللي كتقول على أنها كتخدم في الفوق يعني في الوحدة السرية الفوق وهما كيخدموا كيشتغلوا لتحت. فحسب هاد التصريحات اللي وصلنا بها قناة شوف تي في كتقول على أن معمل مسير ديال المعمل يعني ما كانوش في الأول كيسمعوا حتى شي حاجة يعني تساقطات مطرية عادية. فمن بعد ما بغى يمشي يفتح الباب ديال المحل كيتصدم بان الماء دخل عليهم بواحد الطريقه اللي هي غريبه وغريبه بزاف. فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كيقول لك بحال البحر هاج عليهم. فداك داك داك الوضع وداك المنظر ما نبغيوه حتى شي حد. والله يرحمهم ويرزقهم الصبر ويرزق الاهل ديالهم الصبر والسلوان. نور الدين فهم باغي رقم هاتف قناه شوف تي في بمكناس. فرقم هاتف قناه شوف تي في بمكناس هو 06 60 47 95. اما في المدن الاخرى دخلوا الصفحه الرسميه ديال قناه شوف تي في اللي كنتواصلوا معكم فيها دائما وغادي تلقاو الرقم ديال الهاتف الفيكس هما انا داك غادي يعطيكم الارقام ديال المدن اللي نتوما باغيين تتواصلوا معاهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا لله ما أعطى ولله ما أخذ. لله
لله ما أعطى ولله ما أخذ. الفاجعة مأساوية، دائما غتبقى طيح حتى سقطت مارطالية غنبقاو نرتبطوها بها. فنتمنى هاد المسؤولين أنهم ياخذوا بعين الاعتبار وأنهم يشوفوا في هذا الوطن شفت الرحمة وشفت أنهم اليوم الدنيا وغدا الآخرة، ويحاولوا أنهم يديروا إعادة النظر في نفوسهم. وبركة شي ما يغطى على شي، راه أسوأ حاجة وأكثر حاجة إلى حدود الساعة ما خلاتش المغرب يزيد القدام، لان المغرب عنده ثروات والمغرب عنده طاقات والمغرب عنده شباب والمغرب عنده اكفاء والمغرب عنده يعني عنده باش انه يضاهي الدول الاوروبيه. الحاجه الوحيده اللي خلات المغرب يبقى دائما متاخر بحال هكذا وهي ان المسؤول كيتستر على المستور. شي كيتستر على شي، هذا هو السبب الرئيسي في المشاكل اللي وقع في البلاد. هذا هو ان شي كيتستر على شي ومسؤول كيتستر على الاخر. ماشي واحد كينهي واحد وواحد كيقول الاخر الله ينعس الشيطان. اما الا جا شي واحد بغي يفتح الخروقات ديالهم كيما بغى يكون، سواء كان صحفي ولا كان مناضل ولا كان جمعاوي، ولا اما يرجعوه صاحبهم ولا يلصقوا له شي تهم ما كايناش ولا يعرقلوا له العمل ديالو. فنتمنوا من الجميع انهم يتقوا الله في هذا الوطن، لانه في الاول في الاخير كاملين غنمشيو وغيبقى هذا الوطن للاجيال السابقه. لا حول ولا قوه الا بالله. مشاهدي قناه شوف تي في، الى هنا غادي نقول لكم الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، واللي ما خرج الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. ولا حول ولا قوه الا بالله. شنو نقدروا نقولوا؟ هذه هي طريق الرابطة بين ويسلان ومكناس الملقبة بطريق الموت. فهذه الطريق هذه اللي كتواجه فيها احنا الان هي طريق صعيبة وصعيبة بزاف، كانوا وقعوا فيها بزاف ديال الحوادث ديال السير، وقعوا فيها بزاف ديال لي زاكسيدون اللي هي حوادث ديال السير. على كل حال، ولكن احنا نطالبوا من السائقين انهم يتريتوا، انهم ينتبهوا، انهم يردوا البال في الطريق هذه، خصوصا الناس اللي برانيين على المنطقة. البرانيين يعني المنطقة هم أكثر ناس يعني اللي كيكونوا كيطيحوا في هذا البياج هذا. فنتمنى منكم أنكم تتابعوا. على كل حال، إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في نقول لكم دمتم بألف خير، الله يحفظنا ويحفظكم.